مشاهدات انهم يسمعون ما في خطرنا لو الشيء البسيط ويفعلونه يا رب العباد. نوصل لختام فقرتنا لهذا اليوم، نسمع من ابو مرهب، اختتمنا الفقره وخلصنا. وش اللي بخاطرك عقب ما شفت الحلقه كامله؟ والله العظيم اني انبسطت بمشاهدكم اول شيء، والله يبيض وجهك على الدعوه، وعرفتنا على النشامه اللي بين وجيه حرار، وان شاء الله انهم فالهم الشباب، وان شاء الله ربي يوفقهم وتنافس زي ما قلت. ارجع واقول لك هو تنافس شريف، والرفقه بعد البرنامج، والله يبيض وجيهكم يجمعكم الله يفرقكم. وتشرفت بالشعراء الكبار اللي معي، وشكرا لك فيصل على الدعوه الكريمه، وكانت والله صراحه امسيه ممتعه جدا. جعل عمرك سنين ابو صدى. الله يمسيكم بالخير. اولا والله انا ابرك الساعات في ربع مبطي منهم واجهتهم الليله، ولي الشرف بتواجد مع اخواني، وانت الله يبيض وجهك يا ابو مدعث على الدعوه الكريمه، والمنبر هذا طال عمرك هو المنبر السامي اللي الناس تشفقون عليه. الامر الثاني اقول الله يعين القناه، حسب اللي انا اشوف اقول الله يعينها على التصفيات، بيحتاروا مثل ما اني محتار والمطالق محتارين، كلكم مطالق والله يوفقكم جميعا ان شاء الله. لا ابن العم ولا الخوي ولا الرفيق ولا اللي مخرج الدوله، الله يطول عمركم ان شاء الله يوفقكم. وياك ابو عمار. انا نشكركم على الاستضافه الطيبه، والله العظيم انها من اسعد اللحظات. جينا في برامج كثيره وجينا في قنوات، لكن البرنامج المرح العفوي مثل هذا انا اهنيكم عليه واشكركم. اخواني الشعراء كل شرف والله بالتواجد معهم، والمتسابقين كلكم فايزين، وحنا الليله فايزين والله بنقابلكم. اي والله الله يوفقكم جميعا ان شاء الله. عندك مبارك. اول شيء الله يعطيك العافيه يا ابو مدعث ولا يهينك، طول عمرك. تشرفتنا جدا بمواجهه المطاليق دون قصور فحد. الايام ذي الربع حاولوا انكم تستغلون كل ثانيه فيها، لان تطلعون وبيجيكم اللي جانا قبلكم. والله العظيم اني ذا الحين نتمنى ويش من الايام اللي راحت انها تعود جمعتنا وتكاتفنا، وعلى ما اقول كلكم ان شاء الله انكم شيء واحد ويد واحده ما تصفق. والله يوفقنا وياكم الحظ الطيب. نشكر قناه الواقع وادارتها، ونشكر ابراهيم الحسين على اتاحه الفرصه لنا والظهور من جديد في الشاشه على قناه الواقع. والله يوفقنا وياكم الحظ الطيب يا رب العالمين. امين. ابن عدران. اقول الله يبيض وجهك على الدعوه الطيبه. وجهك ما يلعب. الحفاوة اللي عيناها من الشباب المتسابقين. جعل عمرك سنين. وتشرفت بلا اخواني الشعراء. الله يطول اعمارهم ونتعلم منهم. وكرمتوا وسلمتوا. جعل عمرك سنين. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حلقه فقره حياكم في برنامج جنتل على قناه الواقع. ان اصبت فمن نفسي، وان اخطات من الشيطان. شكو ما انا ترى قالها بالعاني، ايش رايك بالخبز؟ من نفسك والشيطان. اي طيب ما حد عدل لي منكم. نبيك انت خلص. ها؟ زين 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 اني رديتها لك. تختبرنا واحنا مصاحين. لا والله ما بختبر، لا والله هجت بي. لان صايدينك بس نبيك انت خلص. كلام صحيح. اي صادق. فلذلك انا ما عندي ختاميه بعد ذا الكلمه. انا اوجه شكر خاص لقناه الواقع، وشكر خاص لمالك القناه الشيخ ابراهيم بن صالح الحسين على إتاحة الفرصة، وشكر خاص لبرنامج جنتل ونجوم جنتل. الله يعطيكم العافية ويطول عماركم. أنا قايل لهم في البداية إني أبغى أسترسل، بس إني ملقوف وبروح أفتح مقدمة ختامية. فلذلك خلوني على أقول بيض الله وجهك. وجهك. أي والله بيض الله وجهك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا الوقفة واهل الزعامة، مرحبا فيها من النور نور، واثني الترحيب والراس طايل، بالرجال اهل الوفا والجمايل، والمحازم حاضره ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامه، يا هلا الوقفات واهل الزعامه، مرحبا فيها من النور نور، واثني الترحيب والراس طايل، بالرجال أهل
الشمايل والمحازم حاضره ما تزول.